السلام عليكم. قبل ما يبدأ هذا الفيديو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حذفت هذا الفيديو بسبب تهديدات بغلق القناة واستغلال موسيقى من طرف شركة في الولايات المتحدة الأمريكية واللي أرادت أن تحقق الربح من وراء هذا الفيديو لحقق نسبة مشاهدة عالية بلغت قرابة 200,000 مشاهدة. طبعا الفيديو يعني حصولي على سكن أحلامي. بعد الفاصل. السلام عليكم وصباح الخير. يوم جديد، فيديو جديد، لكن هذه المرة فيديو مميز. أخيرا 13/12/2020 سأستلم مسكن أحلامي. 7 سنين من الانتظار وأخيرا رح نحصل على سكن عدل 2 اللي تابع لوكالة تطوير وتحسين السكن. الحمد لله والشكر لله. هذه المناسبة مش وقتكم كثير، لكن عمري ما ننسى اني ناخذكم معايا. فابقوا معايا، روحوا الى المدينه الجديده بوينان، نستلموا المفاتيح، وريلكم المنزل واش راح نعمل فيه ان شاء الله. فابقوا معايا، ما تنساوش، يلا نستناكم. سجلوا، اشتركوا، فعلوا الجرس، يلا نستناكم. يلا يعطيكم الصحه ومرحبا بالمشتركين جدد. مرحبا بالأوفياء اللي بدأوا معاي من أول فيديو في 26 أفريل 2020، البداية والطريق والوصول إلى المسكن أحلامي إن شاء الله. بقوا معاي. ومادام هذه القناة هي منكم وإليكم وأنتم اللي دعمتوني، فالفيديو هذا حبيت أن نرجعه لأنه عرفتوني من خلاله ودعمتوني واشتركتوا في القناة من خلاله. حبيت نصارحكم، يعني كل اللي يحب يفتح قناة في اليوتيوب. أنا كنت بحثت على موسيقى ما فيهاش حقوق، تحصلت على موسيقى عجبتني فكنت عاملها في المدخل تاع الجينيريك وأيضا تحت الكلام اللي نقوله. فكانت هذه الموسيقى فيما بعد سبب في أني تهدد بالقناة تاعي بالغلق، ولهذا حذفت فيديوهات كثيرة بمجموع أكثر من 1.5 مليون مشاهدة. معليش باش ما تغلقش القناة لأنكم أنتم دعمتوني. إذا بعد ما نسلكوا الطريق السريع هلنا ندخلوا إلى مدخل مدينة بوينان، بوينان القديمة، يعني أوني توبليجي باش نفوتوا على هاد سونتر فيل تاع المدينة القديمة لبوينان، وحنا بعدها مباشرة راح نوصلوا إلى المدينة الجديدة بوينان اللي تضم آلاف السكنات والوحدات السكنية من مختلف السياق، أغلبها من سكنات البيع عن طريق الإيجار أو سكنات عدل المعروفة. طبعا هنا اللي شد انتباهي في بوينان أنهم ناس طيبين ما شاء الله، وأيضا اللقلق ولا كما يقولوا باللارج اللي محتل كل الأعمدة الكهربائية في وسط المدينة، فهي مدينة شباب بزاف. فقط الازدحام المروري اللي خلقته فتح المدن الجديدة مع طرق غير متوفرة ما توسعوهاش، فبقات نفس المدينة بنفس الطريق اللي تعتمد عليه منذ سنوات. إذا هنا بعد ما شوفوا أيضا اعتمدوا على الدراجات الهوائية لبيسيكلات معروفة بليداب لأنها مسطحة، فالناس يستغلوا الحركة، عفوا الحركة تاعهم من خلال الدراجات الهوائية. إذا بوينان هي أحدى بلديات ولاية بليدة، وحوالي 40,000 وحدة سكنية في المدينة الجديدة بوينان. إذا هاي بدأت بالكم الآن بعد الحماية المدنية، نوجدوا مباشرة المدينة الجديدة بوينان واللي سكناتها أغلبها كما قلت لسكنات عدل. هنا رانا في 13 ديسمبر 2020، تقريبا سنة من اللي حطيت هذا الفيديو تقريبا، يعني عاود نحيته وعاود حطيته. شوفوا يعني الطابع العمراني. الجميل أيضا أنه الوحدة السكنية تاعنا راهي في المدخل ماهيش في أعماق المدينة الجديدة، لأنه كل ما تمشي لداخل وتروح اتجاه أعماق المدينة الجديدة راح تكون الازدحام أكثر وأكثر. فالحمد لله هي السكنة تاعنا اللي عطوها لنا في مدخل المدينة. وانا الحال شباب الوحدات السكنية اللي عطوها لنا بنوها الأتراك، مؤسسات تركية،
واش نقول لكم، لما جيت هنايا وعطاونا السكن كانت لجا الاشغال مازالها متواصله، الارصفه وغيرها، وانا هنا راني نحوس على المكان ليتم فيه تسليم المفاتيح وتسليم لا ديسيزيون او قرار الاستفاده من سكن عدل ل 2013. ان شاء الله يرزقكم كامل به اللي راكم تستناو. وراني هنا تقريبا فت عليهم، ورا بقيت نحوس على وين يمدوا المفاتيح. انا ظنيت انه يمدوه في مكان الحي السكني، لكن في نهايه الامر تبين انه في هذا المكان اللي راني فت عليه وما فهمتش وما عرفتش انه هنايا هو المكتب تاعهم الخاص بسكنات عدل للوكاله الوطنيه لتطوير وتحسين السكن اديال. اذا طبعا جانا الاستدعاء في الحساب تاعنا، في الكونت تاعنا الخاص بالسيت تاع اديال، دونك تجيك الرساله ويبعثوا لك المعلومات الكافيه وقتاش راح تستلم السكن تاعك. فانا سحبت هذاك الاستدعاء واتجهت مباشره الى المدينه الجديده بوينان، بعد ما كنا طبعا دفعنا الشطر الرابع وسجلنا ودينا كل الوثائق اللازمه للموثق اللي كان في باب الثوار، وسجلنا ومضينا على العقود وغيرها باش نستفادوا من السكن. وهذاك ما كان الحال يعني بعد انتظار دام حوالي 7 سنوات. كما يقول لك يا مشبح من برا وش حالك من الداخل، رانا هنا راني ندور على السكنات ونشوف ونتمعن، لانه كما قلت لكم من بعد عرفت باللي السكن يسلم مفاتيح تاعو في هذوك وين لي تور. وراني جيت شوف هنايا راهو كل واحد بالمفتاح تاعو بغيرو بالملف تاعو، يجيب الاستدعاء تاعو طبعا باش ياخد السكن تاعو وياخد مقرر الاستفادة. انا يعطوك هاد لافيش تكنيك باش تسجل فيها النقائص الموجودة في السكن، وهادو هما المفاتيح اللي يعطوها الواحد من ديجا المستفيدين اللي هو خرج. الناس هنا راهي جات تقريبا 7 الصباح، انا جيت تما الوقت حوالي 10 الصباح. قلت هذه البلاد فيها دايما الروطار، روح روطار بالك نلقى الغاشي نقص، لكن رانا بزاف وكنا ننتظروا. اذا ها هو وصل دالتي، هذا هو المكتب، وهنايا رامي يسلموا تختم وتبصم وتاخذ الملف تاعك، عفوا تاخذ المفاتيح تاعك مع الشهاده الخاصه بتسجيل لافيش تكنيك اللي فيها ربما النقائص موجودة في السكن، اذا ما توفرتش باش يسجلوها لك ويسجلوها لك ويمدوها لك فيما بعد. كي تحقق ان شاء الله هتلقى. وهنا جا دوري واستلمت ووقعت وختمت، لكن للاسف ما كانش فيه تسليم المحضر او لا ديسيزيون، لانه قالوا لنا مازال ما وجدوش وما جابوهمش من سعيد حمدين من المديريه العامه لسكنات عدل، ولهذا عطاونا غير المفاتيح وانا بصمنا ودينا. اذا هذه هي بالبركه عليا وبالبركه على كل اللي استفادوا معي في هذاك النهار في الحي السكني تاعي في المدينه الجديده بوينان، اللي انا ما خيرتهاش. انا نقول لكم ما جانيش ميم با في الموقع تاعي ولا في الحساب تاعي في لاديال اني نخير ولا اي موقع، ديريكتومون جاتني شهادة تخصيص لافيكتاسيون اني متوجه الى المدينة الجديدة بوينان. وانا ايضا نزعت الصوت لانه ايضا كانت الموسيقى موجودة تحت الفيديو، وهذا هو الحي السكني اللي راني رايح نسكن فيه ان شاء الله، مساحة خضراء وسكنات دايرة على بعضها. الشيء الجميل ايضا انه 5 طوابق فقط، ما نحتاجو لا اسانسور لا كاسمونتات لا حبس لا مشكلة لا غيره. وهذه هي بالبركة على الجيراني وعلى كامل اللي استفادوا. هذه راني نحكي لكم في 13 ديسمبر 2020، وربي يرزق كامل اللي حابين يفرحوا هذه الفرحة، حبينا ولا كرهنا. يا مشبح من برا وش حالك من الداخل، الفرحة لازم تكون، رغم انه المفاجأة تبدأ من اول خطوة لدخول السكن او العمارة. هنا كما راكم تشوفوا ماهيش نقية نقية 100%، لكن صافا فيها خدمة، تطلع الدروج وتوصل. انا عطاوني في البرومي ايطاج دونك الطابق الاول، والشي اللي ما عجبنيش بالبزاف شوفوا الباب تاع جاري لاصقة في الباب ديالي، وانا ايضا ربما نزعت الصوت، الصوت مؤكد لانه كانت الموسيقى خلفية تحت الصوت. دوك نفتح الباب ان شاء الله.
إذا نزعت الصوت. بسم الله ما شاء الله، ربي يرزقنا الحلال دائما، وربي يرزقكم كامل بهذه الفرحة تاع أنك تستلموا مفاتيح السكن اللي طال انتظارها. خليني نقولها هكذايا مع لاديال لسنوات وسنوات من اللي سجلنا في الموقع في 2013 وحنا نستناو. أنا الرقم تاعي كان حوالي 59,000 على مستوى الجزائر العاصمة. وهذه هي تدخل المنزل، هذا هو الباب الفوق، مكان تاع التهوية، وأيضا تاع لاصونات اللي مازال ما يشراك بهذاك الوقت، وهنايا تاع الغاز وغيرها. وهنا دوك راح ندخل للصالون، راح ندخل لمختلف الغرف. واش نقول لكم، عيوب كثيرة مش قادر نحكي. المهم راح خلي معكم تشوفوا الفيديو. ما عجبنيش بالبزاف العمل لأنه مش متقن، وتعرف أنه هذه الشركة التركية اللي سند لها هذا المشروع إنجازات السكنات مدت اليد عاملة غير كفأة، بريكولاج 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 على كل المستويات. واش نقولوا، ربي يهديهم ويصلح حال هذه البلاد، الناس يتستنى سنوات باش تمد لهم خردة كيما هاد. الغريب اني لما راك نعاود في الصوت هنايا على الفيديو قلت يعني واو، شوف يعني الفرحة تاع اني عملت فيديو هذاك الخاص باستلام السكنات في هذاك الوقت وحكيت هذا الكلام كامل. دوك راني نعاود فيه حسيت باللي صوتي راح يروح. اذا هذه هي الشرفة تاع البالكون تاع الصالون، يطل على المساحة الخضراء ومساحة اللعب للاطفال. وهذه هي البالكون صغير بالبزاف. الصالون فيه غير بورت فونيتر ما فيهش نافذة. وهذه هي دوك نشوفوا الشمس تدخل ما شاء الله. انا رانا في ديسمبر والشمس راهي الحمد لله. مول الخدمة قلت لكم لا فينيسيون مكان ما كان. الصالون صغير، هنا راهي وري في الساعة راهي تقريبا الوحدة. باش نقول لكم بلي الشميسة تدخل، ورانا حتى في شهر ديسمبر ما شاء الله. المهم هذه هي قلت لكم فيها بورت فونيتر برك. طال دو سول ماشي مخدومه مليح، راني نوري لكم فيها بلي ماشي مليحه بزاف، حبه ما يراكب على اختها. وهذو نورمالمون تاع التلفزيون ولي بريز خاصين بالصالون. دوك نروحوا للكوزينه ونخرجوا من الكولوار باش نروحوا للكوزينه ونشوفوا صال دو بان ايضا، ونشوفوا ايضا الغرف. انا قلت لكم شوف هنايا وين الباب، ماهيش مخدومه بيان، ملقمه اطراف. المهم الله المستعان، هذا الكولوار ضيق بالبزاف. ومباشره بعد الصالون نلقاو الكوزينه. اذا على اليمين مباشره نوجدوا الكوزينه اللي هي كوزينه وعليها الكلاب صغيره صغيره صغيره. ونفس الشيء كيما الصالون ما فيهاش نافذه، فيها بورت فونيتر برك اللي تاخذ على البالكون او اللوجيا صغيره. ودوك نفتحها، شوفوا التويو اللي داروه لنا مليك، يهبط تاع الماء تاع السقف ولا تاع تاع المجاري تاع تاع الكويزين، ويهبط حتى لتحت. هذا بتي بيفي داروه لتحت، ايطاجير ناقص وصغير بالبزاف. ومن بعد نخرجوا مباشرة نروحوا إلى البالكون الصغير الموجود في الكوزينة. وهذيك كما راكم تشوفوا قلت لكم الكوزينة وفيها كل شيء يتعاود باسكو حاجة ما يراكبة سوليد. سيفري اللي شافوها في الفيديو في وقت سابق قال لك باللي نقية وبروبر، مي بور موا ماهيش سوليد، لازم تتعاود لأنه كل شيء فراجيل. هنا في البورت فونيتر والتحت والفوق أيضا موجود مكان للتهوية يعني بيان. كي نخرجوا نفتحوا الباب نلقاو بتي بالكون اللي فيه ايضا مجيريه، فيه مسكوكه اللي تهبط الماء، وفيه ايضا طول نافذه تاع الدوش والتواليت الصغيره الخاصه بالسكن. ويطل بتي بالكون هدايا اللي يغطي على العماره الجانبيه لينا على المساحه اللعب. ايضا هذه الطاقه قلت لكم تاع الدوش والتواليت. ومن بعد طبعا نخرجوا من الكوزينه نروحوا مباشره باش نشوفوا الدوش ونشوفوا ايضا التواليت اكرمكم الله مباشره. ما نطولش عليكم، انا هنايا نستمتع بالمنظر والشميسه. اذا قلت لكم ها هو الدوش، ضيق تانيك ضيق بالبزاف، ضيق. ما فهمتش كيفاش هاد الخدمه وهاد الخيار تاع البلو تاع الازرق والابيض اللي داروه.
حنا وراكم تشوفوا لي روبين عطاوهم لنا، ومن بعد عطاوهم لنا بعد حوالي اسبوع من اخذ لا ديسيزيون عيطوا لنا نفس المكتب عطاوهم لنا لي روبين، عطاونا مرايه تاع الدوش، عطاونا كل ما يلزم تاع لا دوش تاع التواليت، عطاونا كل ما يلزم. شوفوا هنايا بريكولاج كيفاش مشدوده الباب بالبتي فايونس هذاك. اذا البيبان ايضا ماهم سوليد، كل شيء تقريبا لازم يتعاود، وقلتها ونعاودها لانه تنتظر ساكن لمده اشهر لمده سنوات من بعد تستلمه بهذا الشكل. يعني كشغل معي القرآن الكريم، هنخلي كتاب الله هنا، ربي يحفظ المنزل تاعي ويحفظ لي الأهل ويحفظ لي، نخلي هنا في المنزل. هذه هي أول شيء دخل المنزل هو القرآن الكريم، راح نقرأ منه بعض الآيات ونخليه هنا إن شاء الله. هنا تاني كنت نحيت الصوت لانه ما كانش ممكن نخلي هذيك الموسيقى اللي دارت لي ازمه نفسيه، خلاص ما زيش كاع نسمعها، ما زيش كاع ندور بها. ربي هذه هذو اللي يديروا الموسيقى يقول لك بدون حقوق من بعد يخلونا باش يحقوا الربح من ظهرنا. هذه هي كنت نحكي، قلت لكم باللي تسلم المفاتيح والسكنات وحييتكم، والله يرزق ان شاء الله كل من حب وتمنى هذا السكن ان شاء الله. ماشي ساهل اللي يستنى ولا البيبي اللي يستنى لاديا اللي يستنى التساهمي ولا يستنى غيره من السكنات. الله يفتح عليكم ويرزقكم هذه الفرحه ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين.
وان شاء الله تكون عتبه مربوحه ان شاء الله. وهذه هي من العاصمه البوينه البليده. شكرا لكل سكان البليده المرحبين المضيافين المكرمين، احلى ناس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.